السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجتمعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا وبالضبط من قلب جامايكا، كما كتشوفوا معنا احنا الان كنتواجدوا بقلب جامايكا في عملية الهدم متواصلة، وكما كتشوفوا معنا دي الصور الحصرية المجموعة من البلاريك اللي شملاتها العملية ديال الهدم. هذه الطريق اللي كتخرج للطريق الكبيره فين كاين الطاحونه، وحنا الان كنتواجدوا في القلب ديال الدوار باش نقربوكم من مجموعه من البلاريك اللي شملاتها العمليه ديال الهدم. فكما كتشوفوا معنا مجموعه من البلاريك اللي دازت في العمليه، وكاين بلاريك اخرى اللي باقي ما دازتش، فالكل كيتسنى الفرصه ديالو باش يريب باش يقاد الامور ديالو. نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. صراحه كنشوفوا الناس مساكن كانوا مكرفسين في البراكه، كانوا في واحد الوضع الله يكون في العوان ما سهلاش. كما كتشوفوا هنا مجموعه من النقاط، احنا الان في قلب الدوار. كما كتشوفوا معنا مجتمعينا الكرام في عملية الهدم كاينة في مجموعة من النقط الآن في جامايكا منذ ساعات مبكرة من اليوم الجمعة. ناس مساكن كيريبو بكري لعل وعسى يشدوا الجمعة في السخيرات، فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. هذا هو اللي كاين الإخوان. لا ضربك ضرب فوق ضرب فوق يا اخي. كما كتشوفوا معنا مجتمعينا الكرام، عملية الهدم دخلت في مراحل متقدمة. كنشوفوا الآن مجموعة من البنايات يعني كيحيدو مالا القصدير صافي، وكيمشي وكتجي التراكس كتفيني الأمور كاملة. هذا هو اللي كاين، فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. عملية الهدم متواصلة في مجموعة من النقاط بمدينة تمارا. الله يسخر للجميع، الله يسخر الجميع ان يدخل السكن ديالو عما قريب ان شاء الله. روح فركاد روح شويه راه يتحرك.
كما كتشوفوا يعني ملي كتحيد الباب هنا صافي كتبقى العمليه النهائيه اللي كتشرف على يعني الاليات ديال الهدم، خصوصا انه كنشوفوا هنا البني شي شاد في شي بلايص هنايا، هذا هو اللي كاين. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. شوفوا معنا متشبهين الكرام في عملية الهدم متواصلة. الله يكون في العوان ديال الناس مساكن اللي باقيين اللي كيتسناو الدور ديالهم حتى هما، كل واحد مسكين والمانع اللي عنده، كاين اللي وليداته كيقرا وكاين اللي باقي ما لقاش باش يخلص، كاين اللي ما لقاش الكرا، كاين اللي ما عندوش البديل. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير للجميع. نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع في هذا النهار الكبير عند الله يوم الجمعة، وحنا في عشر الأواخر من رمضان. إلى هنا متشبعين الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.